فأرجو الناس اللي خايفين من الألم الناشئ عن نقص التأشيرات أن يتذكروا أننا نتكلم الآن عن ألم 300,000 مواطن. إذا الألم سيكون للأشخاص يا دكتور الذين يعني يتولون استيراد أو استقدام. سوف آتي لهذا النقطة. نعم. فإنما يجب أن نضع الأمور في نصابها. أنا أكره هذه المفارقة، هنا وزارة العمل في جهة وهنا رجال الأعمال، هنا الدولة في جهة وهنا القطاع الخاص. بس دكتور هذه يعني التصريحات التي تفضلت بها كانت يعني تقوم بهذا، لماذا جعلت هناك خندقين؟ لماذا ما نأتي يعني نأخذها تصريح تصريح؟ طيب بدأت بتصريح الألم. لا سنتكلم على هذه، أنت تقول لا نريد أن نقسم. عندما نصل إلى هذا سوف أجيبه. تفضل. ولكن يعني الآن تسألني سؤال. لا تسأل سؤال ما لم تريد أن تسمع الإجابة. لا أنا أنت أسمع. سألتني عن الألم، دعني أكمل ولو أن في ألم لك أن تستمع. طيب. لا بالعكس، أنا هنا لأستمع. والله أنتم مقدم البرامج تحبوا تتكلموا أكثر ما تستمعوا، بس هذا قضية أخرى. أنتم تتحدثون عن ما يعني يقارب أكثر من 300,000 تأشيرة. لا سلامتك، من 650,000. 650,000. نعم. طيب يا دكتور إذا أنت بتدقق 650,000 تأشيرة وش تبي تسوي؟ يعني كل وقتك بيصير تدقيق تأشيرات وأنت معالي الوزير يعني. والله شوف، هذه مرحلة عابرة، وإن شاء الله يعني عندما يعني الأمور تستقر ممكن أن يتنازل. يعني في البداية بيصير عمل الوزارة تدقيق تأشيرات. ما خلتني أكمل يا ترى. عفوا يا دكتور. أنت يعني أنت وضعت السؤال وعندك الإجابة. الإجابة كلامك مو صحيح إن عمل التدقيق. أولاً خليني أشرح لك كيف العملية. لو أنت سألتني. كيف سوف تراقب كل تأشيرة؟ لا أجبتك، اسألني قل لك كيف ستراقب كل تأشيرة؟ لا تجي تقول لي عملك كله حيكون تدقيق تأشيرات، يعني لأن هذا لا تأخذ ولا 1% من وقتي.